السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معتز من قناة جيمنج اونلاين. ايه اخبارك شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين يا شباب، لوكاكو رسميا بقي في لعبة يوفيل سفير رسمي يا شباب، بالاضافة الى انه تقريبا اللقطات اللي انتم شايفينها دي من داخل لعبة UFL. زي ما انتم شايفين يا شباب، شوفوا انيميشن لوكاكو، لكن بصراحة الوجه مش واقع قوي الوجه زي ما انتم شايفين، حتى انه اللقطات اللي انتم شايفينها دي تقريبا هي من داخل الجيم بلاي. شوفوا ازاي يا جماعة الانيميشن والتفاصيل، تفاصيل الحركة بصراحة كل حاجة عجبني، لكن الوجه كان ممكن يكون افضل من كده بكثير. اف كونامي بيس احسن من كده بكثير بصراحة. وجه لوكاكو، شوف يا شباب التفاصيل، الانيميشن، الحركات، طبعا مش واضح قوي لكن حركات جسمه واضحة زي ما انتم شايفين. انيميشن التسديد طبعا بعدها لكم كثير جدا عشان نشوفوها زي ما احنا عاوزين. شوفوا هنا الكرة على الارض. قولوا لي رايكم يا شباب في اللي انتم شايفينه ده. دي غالبا من داخل اللعبه، التسديده دي من داخل اللعبه تقريبا يعني. شوفوا الجمهور ازاي ماسك لافتات من ورا، بصوا يا شباب على الجمهور تلاقوه انه ماسك لافتات. حركه التسديد بصراحه الانيميشن بتاع التسديد عجبني بصراحه، انيميشن ممتاز جدا. حركته هو رايح يسدد، هو بيلعب الكره، لا بصراحه احس انه ممكن يشوفوا من اللعبه دي كثير جدا بصراحه. باين انه يعني الشكل مع انه مش واضح قوي، لانه طبعا انتم عارفين انه الفيديوهات لما بتتنشر على تويتر وهي الشركه نشرت الفيديو على تويتر، الجوده بتاعت الفيديو بتقل. يعني لو كان فول اتش دي تقريبا بيبقى اقل من اتش دي. الصوره مش واضحه، انتم برضو شايفين الصوره دلوقتي مش واضحه، ده لاني واخد الفيديو من على تويتر وجوده الفيديو بتكون قليله. لكن المهم خلينا دلوقتي في حركات لوكاكو، الوجه والتفاصيل الانيميشن بصراحه من اول نظره عجبتني. طبعا اكتبوا لي رايكم في التعليقات، ايه رايكم في اللي انتم شايفينه حاليا دي؟ شوفوا يا جماعه ازاي الوجه، زي ما قلنا الانيميشن هو اللي عجبني، لكن الوجه مش بصراحه يعني مش احترافي قوي. في كونامي عودتنا انه التفاصيل الوجه بيبقى احسن من كده بكثير، لكن حركه اللعب هو بيسدد عجبتنا جدا بصراحه. اكتبوا لي رايكم في التعليقات شباب، عجبتكم ولا لا؟ وهو خلاص لوكاكو دلوقتي اصبح من ضمن الشركاء الرسميين في لعبه UFL. طبعا السفراء اللي هم موجودين تقريبا الكسندر وفيرمينيو، وكمان في لاعب ثاني تقريبا مش فاكره، لكن لوكاكو بينضم لهم. وممكن نشوفوا مفاجات يا شباب الايام الجايه دي بخصوص السفراء والانديه الشريكه. بصراحه اللعبه اعتقد لو يعني اللقطه دي لو من جيم بلاي بصراحه هيكون حاجه ممتازه جدا. اللي انا شايفه ده حاجه من وجهه نظر انا كويسه جدا، يعني انهم يكونوا وسط المستوى زي كده في التسديد. شوف يا شباب ازاي الحركه، حركه اللاعب وهو بيسدد. الوان العشب كمان لو بتلاحظوا انه الوان العشب مريحه زي ما انتم شايفين، بصراحه الالوان واضحه جدا، يعني مش واضحه هي، الالوان مريحه. الصوره هنا صوره العشب ممتازة بصراحة. اكيد طبعا يا شباب اكتبوا لي رايكم في اللي انتم شفتوه حاليا ده، حاليا رايكم في الوجه، وكمان رايكم في الانيميشن بتاع اللاعب هو رايح يسدد بشوط الكرة زي ما انتم شايفين، ورايكم في اللاعبين اللي واقفين وراه برضو ازاي حركتهم. هم واقفين شايفين اللاعب اللي على اليمين اللي على الشمال خالص ده اللي هو لابس اسود، هيجي تاني دلوقتي يا شباب بصوا عليه هو ورايح يرجع. بصوا عليه شباب، اهو شباب زي ما انتم شايفين هو رايح يرجع. يا سلام، حاجة ممتازة جدا بصراحة، والله بقيت متحمس للعب اكتر ما انا كنت متحمس. فان شاء الله بعد يوم 27 القادم نشوفوا حاجة قوية جدا. طيب شباب اكتبوا رايكم في اللي انتم شفتوه ده يا شباب. انا كده اكون وصلت لنهاية الفيديو. شكرا على الدعم، شكرا على المشاهدة اللي انا بشوفها منكم وتعليقاتكم الجميلة، واستنوني في الفيديوهات القادمة، والسلام.